نعم، كما ذكرت زميلي سالم، ما زال القصف الإسرائيلي متواصل على قطاع غزة ولم يتوقف منذ ساعات الصباح. ظهر هذا اليوم تم استهداف عدد من المنازل في مخيم النصيرات وسط القطاع، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 20 فلسطينيا وإصابة العشرات، كما تم استهداف منزل مأهول بالسكان في مدينة رفح جنوب القطاع، الأمر الذي أدى أيضا إلى ارتقاء عدد من الفلسطينيين، وتم نقلهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة. هذا بالإضافة إلى استهداف مستشفى العودة في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، الأمر الذي أدى بحسب وزارة الصحة إلى ارتقاء 3 أطباء وإصابة آخرين جراء هذا القصف، الذي أدى إلى تضرر عدة أقسام من هذا المستشفى. وربما نستطيع القول بأن هذا المستشفى هو المستشفى الوحيد الذي ما زال يعمل في مدينة غزة وشمال القطاع، ولكن يبدو أن الجيش الإسرائيلي يريد أن يخرج كافة مستشفيات مدينة غزة وشمال القطاع عن الخدمة وتوقفها عن العمل بشكل تام. هذا نعم بالتزامن زميل مع عامر، استمرار محاصرة زميل عامر، نعم يعني أنت ذكرت بأن الجيش الإسرائيلي يستهدف المشافي بهدف إخراجها عن الخدمة، كيف تصف لنا اليوم وضع المنظومة الصحية في ظل هذا القصف المكثف على المشافي والمراكز الصحية في القطاع؟ يعني الوضع الصحي انهار في قطاع غزة، ربما نستطيع القول منذ أكثر من أسبوعين، والمنظومة الصحية انهارت، وخاصة بعد أن تم استهداف المستشفيات في كما ذكرت في مدينة غزة وشمال القطاع. استهداف المنظومة الصحية وخروج عدد كبير من المشافي أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء وارتفاع و وبالإضافة إلى وفاة عدد كبير من المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة كالسرطان وغيرها، نتيجة عدم تقديم الرعاية الأولية والأدوية لهم. وزارة الصحة أصبحت تعمل بقدرة كبيرة وتحت ضغط هائل، خاصة هنا في جنوب القطاع. أما بخصوص الشمال فالأطباء يعني يحاولون، وحتى يعني لا يتم استقبال جرحى في مدينة غزة، واليوم رصدنا شهادات من المرضى والجرحى الذين جاء أخرجهم الصليب الأحمر من المستشفى الأندونيسي شمال القطاع إلى مجمع ناصر الطبي، قالوا أن عدد الشهداء والفلسطينيين ملقوا في الشوارع وفي ساحات المستشفى نتيجة عدم تقديم الرعاية الأولية والعلاج اللازم لهم. وهناك أيضا يعني هناك أعداد كبيرة من الشهداء والشهداء الذين لم يتم الإعلان عنهم نظرا لصعوبة الوصول إلى هذه المناطق وانهيار كافة الخدمات في المنظومة الصحية. لو تحدثنا عن المشافي هنا في جنوب قطاع غزة، بالأمس استقبلت مستشفى ناصر جنوب القطاع نحو 200 جريح تم إجلاؤهم من المستشفى الأندونيسي. اليوم المستشفى ناصر بات يعمل فوق يعني بقدرة استيعابية كبيرة، بات يقدم يعني هو يحاول إنقاذ المرضى وليس تقديم العلاج لهم نظرا لكثافة أعداد الجرحى والمصابين الذين ما زالوا يتواجدون داخل المستشفى. هناك يعني جرحى يصلون إلى المستشفى يتم إعطائهم بعض الأدوية والمسكنات، ومن ثم تقوم المستشفى بخروجه تعطيهم أمر بالخروج نظرا لعدم تحملها واستيعاب أي جريح جديد، وهذا يشكل خطر على حياة الجريح والمريض. ولكن هذا ما تستطيع أن تتعامل معه المستشفى في ظل يعني كثافة أعداد الجرحى وارتفاعها الذين يصلون إليها تباعا. وناشدت إدارة المستشفى بضرورة إدخال الوقود والأدوية
إلى مستشفى ناصر من أجل الاستمرار والتعامل مع ارتفاع أعداد الإصابات التي تصل تباعا إلى المستشفى. نعم فلذلك نحن نتحدث عن انهيار كامل للمنظومة الصحية. ربما بالأمس يعني كان هناك دخول لعدد من دخول مستشفى ميداني أردني إلى قطاع غزة. هذا المستشفى سيتم إقامته في محافظة خان يونس جنوب القطاع. ربما هذا المستشفى عندما يتم تجهيزه قد يساعد المنظومة الصحية في استقبال يعني عدد من الجرحى والمرضى في ظل استمرار هذا القصف. ولكن حتى هذه اللحظة يعني يتم تجهيزه، ربما خلال أيام يتم تجهيز هذا المستشفى. وناشدت الوزارة بضرورة إمدادها بالأدوية والمستلزمات الطبية والأدوية. هذا نعم على زميل صعيد عامر، الوضع. نعم يعني في ظل هذه الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع وانهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، يعني تحدثت حركة حماس أو أعلنت عن الاقتراب من هدنة أو التوصل لاتفاق مع إسرائيل، يعني يتضمن هدنة إنسانية وإطلاق سراح معتقلين. ما الذي ممكن أن يقدمه هكذا اتفاق في ظل هذه الأوضاع الصعبة يعني لسكان القطاع؟ يعني منذ عدة أيام والحديث عن هذه الهدنة وهو متردد في وسائل الإعلام الرسمية. صباح اليوم حركة حماس وعبر رئيس مكتبها السياسي السيد إسماعيل هنية قال بأن حركته قدمت ردها للوسطاء مصر وقطر بخصوص هذه الهدنة الذي يتوقع أن تكون مدتها 5 أيام، يتم خلالها الإفراج عن 50 رهينة، كل يوم يتم الإفراج عن 10 رهائن، مدة ال5 أيام يكون الإفراج عن 50 رهينة. مقابل ذلك تفرج إسرائيل عن عدد من الأسيرات الفلسطينيات بالإضافة إلى الأطفال الفلسطينيين الذين تسجنهم إسرائيل، تحتجزهم إسرائيل في سجونها، بالإضافة إلى دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع. وقد يعني قائد من ضمن هذه الهدنة أن تكون عدد الشاحنات أكثر من 300 شاحنة في اليوم، تتضمن دخول وقود من ضمن هذه الشاحنات ويتم إيصالها إلى كافة محافظات قطاع غزة، ولن يكون فقط على مستوى المحافظات الجنوبية. أنت تعلم زميلي سالم بأن الجيش الإسرائيلي يفصل القطاع ويفصل مدينة غزة عن شمالها، وهناك يعني إسرائيل تقول أن فقط المساعدات فقط يجب أن تكون إلى المناطق الجنوبية تحديدا خان يونس ورفح، ولكن حركة حماس رفضت ذلك وقالت يجب أن يتم توزيع المساعدات وإيصالها إلى كافة محافظات القطاع. وسائل إعلام إسرائيلية قبل قليل تناقلت عدة أخبار أن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر الكابينيت سيجتمع مساء اليوم وتحديدا في تمام الساعة 6 بتوقيت فلسطين، سيعقبه اجتماع آخر للحكومة الإسرائيلية في تمام الساعة 8. ربما اجتماع الكابينيت ويعقبه اجتماع الحكومة ربما يكون رد إسرائيل على مقترح الهدنة التي قدمته قطر ومصر، وربما يعني يتم خلال الساعات المقبلة عن التوصل لهذه الهدنة، خاصة في ظل استمرار الجهود التي تبذلها كل من مصر وقطر. وكانت هناك تصريحات لوزير الخارجية القطري بالإضافة إلى تصريحات لمسؤولين مصريين بالإضافة إلى مسؤولين من الولايات المتحدة الأمريكية، نعم وجميعهم زميلي عامر، أكدوا بأن الوصول إلى اتفاق الهدنة بات قريبا. فربما يتم خلال ساعات الليل بعد اجتماع الحكومة الإسرائيلية ومجلس الوزراء السياسي والعسكري، ربما إسرائيل تعطي ردها على مقترح الهدنة الذي قدمته قطر ومصر. وإن تم تنفيذ هذه الهدنة مدة 5 أيام ودخلت المساعدات بكميات كبيرة، يعني لو تحدثنا عن يوميا يتم دخول 300 شاحنة على مدار خمس نعم أيام زميلي عامر، ربما هذه المساعدات
قد يعني تلبي بعض من الاحتياجات الأساسية للسكان وللمنظومة الصحية، خاصة في ظل نعم انهيارها. نحن نتحدث عن أكثر من 45 يوما من التصعيد الإسرائيلي انهارت فيه كافة المؤسسات الخدماتية والصحية في القطاع، وهي بحاجة إلى مزيد من هذه المساعدات من أجل الاستمرار في تقديم الخدمات. حتى المساعدات التي دخلت منذ بداية السابع من نوفمبر وحتى هذه اللحظة نعم بلغ عددها نحو 1200 شاحنة، أي بمعدل 40 شاحنة فقط في اليوم الواحد، وهذه نعم 40 زميلي شاحنة عامر، لا نعم زميلي عامر نعم كنت معي من غزة مراسل اليوم، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.